من وجهة نظرك شايف ان مجلس إدارة نادي الحزم تأخر في التعاقد مع كارينيو؟ يعني وجهة نظري نعم، شايف لو كان موجود قبل كده كان ممكن الفريق يقدر يبقى فيه نسبة أكبر لو يكمل في الدوري؟ أكيد أكيد أكيد. طيب إيه اللي أضافه جديد كارينيو في الفريق؟ كارينيو عمل تغيير للفريق، أول شيء تغيير نفسي، صارت نفسية الفريق أفضل. كذلك كارينيو يعني لما نجي نتكلم، إذا تسمح لي بس حاب أتكلم عن الدوري. لا براحتك براحتك. هما مدربين من وجهة نظري اللي ممكن أنا رشحهم للمنتخب السعودي. للمنتخب السعودي تمام، ورشحهم لأي فريق سعودي أي من كان، من الهلال لآخر فريق بالدوري، هما كارينيو وشاموسكا مع التعاون. فعليا هذول المدربين، هو المدرب اللي كيف عنده الاستطاعة انه يخرج لك كل جودة اللاعب السعودي.